الحلقه السابعه تاتيكم من قناه الجزائر الدوليه والبدايه بالعناوين. حمدوك يعود الى منصبه رئيسا للحكومه بعد اتفاق مع الجيش السوداني وسط استمرار الاحتجاجات ورفض قوى المعارضه. رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيب يترشح رسميا للرئاسيات. منظمة الصحة العالمية تحذر الدول الأوروبية من احتمال تسبب كورونا في وفاة نصف مليون شخص بحلول مارس المقبل. أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن الوصول للتوافق الوطني العريض مسؤولية ومتطلب أساسي لإنجاح الفترة الانتقالية وقال حمدوك عقب توقيعه اتفاق الس... اتفاقا نقول سياسيا مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد إن الاتفاق هدفه حقن دماء السودانيين والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين وانا بوقع على هذا الاتفاق باهتدي باربع اشياء اساسيه. الاول نحن دارين نحقن دماء السودانيين، انا عارف شبابنا عندهم القدره على التضحيه والصمود وتقديم الغالي والنفيس. لكن الدم السوداني غالي. خلينا نحقن هذا الدم ونوفر طاقات هذا الشباب للبناء والتعمير. هذا الاتفاق يساعد على فك الاختناق نتمنى فك الاختناق الداخلي والخارجي ونستعيد مسار الانتقال لتحقيق ديمقراطية مستدامة في بلدنا أيضا هذا الاتفاق يتيح إمكانية لأننا نقدر نحافظ على مكتسبات السنتين الماضيتين كان في السلام أو في الاقتصاد هذا وقال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أنه يتطلع لشراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية لبناء مؤسسات قوية الحمد لله نفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا العناء السياسي استطعنا أن نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيل الشعب السوداني في بداية التحول أو في بداية الانتفاضة حدثت في أبريل 2019 لا نريد أن نقصي أحد إلا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني نريد أن نؤسس شراكة حقيقية مع كل القوى القوى الوطنية حتى نستطيع أن نبني مؤسسات قادرة أن تنقلنا وتأسس لنا الفترة المقبلة من جانبه أكد الفريق أول محمد بشير سليمان عبر اتصال هاتفي في نشرتنا السابقة أن الاتفاق السياسي أمر تتطلبه المرحلة الحالية ويهدف إلى عدم إقصاء جميع المكونات السياسية أحسن هذا الاتفاق كان مطلوبا إذا كانت رؤية الوطنية صادقة في إطار المواطنة والمشاركة الحقيقية دون إقصاء كل الشعب السوداني في إدارة الفترة الانتقالية حسب ما جاء به الوثيقة الدستورية عدل مع ذلك ما بين المجلس العسكري وقواعد و... و... الحريه والتغيير ما تم من حي سياسي لمعظم لم... 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 المجتمع السوداني باطيافه السياسيه والاجتماعيه والصوفيه وغيرها يعضد ان الامر الان بات يسير في اتجاه مصداقيه قائد الجيش في معانا في 25 اكتوبر المتحدث الرسمي باسم قوى الحريه والتعبير في السودان عبد الحليم ابو هريره قال في تدخل سابق عبر قناه الجزائر الدوليه ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غير مخول لتوقيع اي اتفاق لا يشرك الحاضنه السياسيه في البلاد. اتفاق في تصورنا جاء نتيجه لضغط دولي واقليمي وهذه الدول عندها مصالح والانقلاب والانقلابيين يحققون لها هذه المصالح التي هي بالضرورة تتعارض مع مصالح الشعب السوداني رئيس الوزراء حمدوك غير مخول لتوقيع أي اتفاق إطاري لأنه يعمل عبر حاضنه سياسيه وهي التي اتت به وهذه الحاضنه السياسيه الان لا علم لها بما يدور. أودع رئيس حكومه الوحده الوطنيه عبد الحميد الدبيب ملف ترشحه للانتخابات الرئاسيه عشيه انتهاء الاجال المحدده. تزامنا مع ذلك لا تزال بعض المناطق في ليبيا ترفض ترشح شخصيات تعتبرها طرفا في الازمه. حاسما موقفه من الترشح للرئاسيات، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة يودع ملف ترشحه رسميا لدى مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس، محطة تأتي لتضع دبيبة مرشحا رئاسيا ضمن المعترك الانتخابي رغم الجدل الذي صاحب قدرته على التواجد في السباق الرئاسي. وفق ما يمليه قانون الانتخابات من شروطه إذا قام قدم بهذا هذا الطلب ستحيله المفوضية إلى جهات المناط بها التحقق من شروط التخ... الانتخاب لا ندري سيف... كيف سيكون الأمر في الأيام القادمة خاصة أنه لم يتبقى إلا أقل من 24 ساعة عن إقفال باب الترشح للانتخابات الرئاسية الحديث عن التعديلات هو حديث يشبه الأماني لا أظن بأن مجلس النواب سيجري هذه التعديلات لأنه من البداية أراد من هذه الشروط إقصاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية وإذا كان تلميحه باللجوء إلى القضاء للطعن في موانع قانون الانتخابات المفصل على مقاس أشخاص بعينهم بحسب الدبيبة فإن إيداع أوراق ترشحه يفتح الباب أمام سيناريوهات قد تجعل الرجل في ميزان لا يستهان به ضمن الأسماء الوازنة في السباق الانتخابي، ويتدعم هذا الطرح بحسب مراقبين بوجود ثغرات قانونية في صالح دبيبة. السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومه الوحده الوطنيه والذي يعني حقق شعبيه كبيره من خلال عمله خلال السته اشهر الماضيه والتي نجح خلالها في التغلب على كثير من المشاكل التي كانت تواجه الليبيون ومن اهمها مشكله الكهرباء ومشاكل المرتبات وغيرها من المشاكل ايضا البنيه التحتيه. وقبيل نحو 24 ساعة عن غلق باب الترشح للرئاسيات، لا تزال الظروف المحيطة بإجراء الانتخابات في ليبيا تخيم على المشهد العام أمام استمرار التوجس من ترشح أسماء ترفضها كتلة شعبية واسعة داخل ليبيا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تدعم جهود المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية ستيفان دي وكذا العملية الأممية لإيجاد حل دائم كتب الدولة الأمريكي وعلى هامش زيارته الأخيرة إلى كينيا لوه بتركيز الولايات المتحدة الأمريكية على المضي في المسار الأممي للقضية الصحراوية لافتا إلى أن المبعوث الأممي الجديد إلى الصحراء الغربية جاء بعد شغور المنصب لفترة طويلة أفادت مصادر إعلامية في بوركينا فاسو أن متظاهرين في بلدة كايا شمال وسط البلاد حاولوا في وقت سابق منع تقدم قافلة للقوى العسكرية الفرنسية برخان للاشتباه في دعمها للإرهاب ونقلت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية عن مصادر محلية ان القوات الفرنسيه اطلقت رشقات تحذيريه الى ان او الا ان المتظاهرين اصروا على اعاده القافله العسكريه الفرنسيه القادمه من ساحل العاج باتجاه النيجر استشهد فلسطيني في البلده القديمه في من القدس المحتله وقتل أو قتل عفوا مستوطن آخر وأصيب أربعه بجروح بينهم ثلاثه جنود في إطلاق نار في حين قامت قوات الاحتلال بغلق جميع المداخل إلى المسجد الأقصى. استشهاد فلسطيني بعد تنفيذ عملية إطلاق النار قرب باب السلسله في البلده القديمه بالقدس المحتله. أصفر عن قتل صهيوني وإصابة أربعة آخرين. قوات الاحتلال قامت عقب ذلك بغلق كل أبواب المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومنعت الدخول والخروج منها. واقتحمت بيت الشهيد بمخيم شعفاط واعتدت بشكل وحشي على أفراد عائلته، كما اعتقلت واستدعت آخرين للتحقيق على غرار نجله ذي الثمانية أعوام. حماس بيان لها قالت انها تزف ابنها القيادي الشهيد البطل الشيخ فادي محمود مشيره ان العمليه رساله تحذيريه للعدو المحتل وحكومته لوقف اعتداءاته على الارض والمقدسات وان حاله التغول التي تمارسها قوات الاحتلال داخل المسجد الاقصى وسلوان والشيخ جراح وغيرها ستدفع ثمنها. حركه الجهاد الاسلامي من جهتها اعتبرت العمليه ردا طبيعيا على تصاعد ارهاب المستوطنين وجنود الاحتلال محمله الاحتلال كامل المسؤوليه عن سياساته العدوانيه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل. العمليه المنفذه بسلاح كارو البدائي او ما يسمى بسلاح الفقراء اعادت للاذهان تاريخا من المقاومه باعتبار ان البندقيه هي سلاح معدل باياد فلسطينيه عن النسخه المنسوبه لصاحبها كارل جوستاف. حذرت منظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية من احتمال تسبب فيروس كورونا في وفاة نصف مليون شخص بحلول مارس المقبل ودعت المنظمة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لكبح انتشار الفيروس وتفادي المزيد من الوفيات. أوروبا على أعتاب تهديد صحي فنصف مليون شخص قد يصبحون في عداد ضحايا فيروس كورونا مع حلول شهر مارس المقبل إن لم تتخذ الدول الأوروبية إجراءات عاجلة للحد من انتشار الفيروس المسبب للمرض ناقوس الخطر دقته المنظمة العالمية للصحة عبر مديرها الإقليمي في أوروبا هانز كلوغا ويعز كلوغا مخاوفه إلى حلول فصل الشتاء وعدم توفير اللقاح بصورة كافية وهيمنة متحور دلتا الأكثر فتكاً فقد سجلت بريطانيا وحدها ما يزيد عن اربعه الف حاله في يوم واحد منظمه الصحه دعت الى تشجيع الاقبال على اللقاحات والعوده للاجراءات الصحيه المتعلقه بالتباعد والنظافه الشخصيه وكذا اعتماد العلاجات الجديده للمساعده في كبح انتشار الفيروس وترى ان الزاميه التطعيم يجب ان ينظر اليها على انها الملاذ الاخير لانقاذ ارواح الناس تأتي هذه التصريحات في ظل اعتزام بعض الدول العودة إلى فرض القيود المرتبطة بالجائحة بل وحتى الاتجاه نحو إلزامية التطعيم على غرار النمسا التي أصبحت أول دولة أوروبية تعلن أن اللقاح ضد الفيروس سيكون مطلبا قانونيا ابتداء من فبراير المقبل وفيما وصف وزير الصحة الألماني سفان الوضع في بلاده على أنه حالة طوارئ وطنية مستبعدا العودة إلى الإغلاق فإن دولا أخرى كجمهوريتي تشيك وسلوفاكيا قررت فرض قيود جديدة على الأشخاص غير المطعمين غير أن اعتزام السلطات في بعض الدول العودة إلى تفعيل القيود المرتبطة بالجائحة أثارت موجة من الغضب والاحتجاجات في عدد من المدن الأوروبية هذا وأكد فؤاد عود الخبير في علم الفيروسات ورئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية عبر خدمة سكايب في نشرة سابقة أن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا راجع للتراخي في الإجراءات الوقائية وعدم تلقي اللقاح نعم بالنسبة لاوروبا تقريبا في اخر ايام في ارتفاع 10% من الاصابات تقريبا ثلثين المصابين في العالم موجودين في اوروبا، نصف اللي توفوا موجودين في اوروبا في اوروبا موجود تطعيم في ثلاث اقسام من الدول الدول اللي فيها التطعيم أزيد من ثمانين بالمئه دول فيها من ستين ل 70% بالمئه ودول اوروبا الشرقيه اقل من ثلاثين بالمئه احنا موجودين في الموجه الرابعه وموجه الغير متطعمين تسعين بالمئه اللي موجودين في المستشفيات بدون تطعيم توج جامع الجزائر الأعظم كواحد من أفضل التصاميم المعماريه الدوليه لعام 2021 من قبل متحف شيكاغو والمركز الاوروبي للتصاميم بجائزه سوبر اقدم جوائز العمارة العالمية واكثرها شهرة في العالم يعتبر مسجد الجزائر الأعظم من بين أهم الإنجازات المعمارية الإسلامية البارزة في الجزائر صمم المسجد لاستيعاب 120 ألف مصل في قاعة تبلغ مساحتها 20 ألف متر مربع لتكون حسب المصممين ثالث أكبر مصلى في العالم بعد الحرم المكي والمسجد النبوي إذ يشمل مكتبه فيها مليون كتاب اضافه الى ارتفاع مئذنته التي تصل الى 265 مترا يحتوي جمع الجزائر على قبه يبلغ قطرها 50 مترا وهي تتوسط قاعه الصلاه التي تمزج فيها الجانب الوظيفي والجمالي فهي مكونه من غلاف داخلي وخارجي لتكون من الداخل قراءه عصريه لقبه المقرصنات التقليديه المستمده من المعمار الاسلامي اما الخارج فغلفت بمصفقات مشربيه تزيينيه تبرز الوجه الداخلي للقبه وفق الهندسه التقليديه وحسب مجسم جامع الجزائر فقد توجت قاعه الصلاه المزينه بالرخام والحجر الطبيعي بقبه عظيمه ذات جدارين يحتويان على فتحات تسمح بمرور الضوء الطبيعي الى القاعه كما تضيء بانوارها ليلا لتجعل منه تحفه معماريه بامتياز. كل هذه المميزات خطفت انظار العالم في اقل من سنه من تدشينه لينال جائزه سوبر اقدم جوائز العماره العالميه ويصبح بذلك كواحد من افضل التصاميم المعماريه الدوليه لعام 2021 من قبل متحف شيكاغو والمركز الاوروبي للتصميم. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذا الموعد الإخباري في "أمان الله".